مهم قوي موضوع المؤتمر الاقتصادي ده، وعايزين نقعد نتكلم عليه برضو ايه حبتين، ومهم جدا واحنا بنتكلم برضو صوت المعارضة يبقى واضح في مسألة المؤتمر الاقتصادي. صوت المعارضة يوسف، صوت المعارضة احنا في تلفزيون ماسبيرو يا عم يوسف. ايوه يا سيدي، ما هو ماسبيرو ده بتاع كل الناس، ماسبيرو ده بتاع كل مصر. هو انت متصور ان ماسبيرو ده بتاع مين؟ ما هو ده ملك لهذا المجتمع، ملك ال 104 مليون مواطن، فيهم الموالاه وفيهم المعارضه، وبالتالي صوت الكل لازم يبقى موجود وصوت الكل يبقى حاضر. طيب قبل المؤتمر الاقتصادي على طول كده، يعني ان هي الا ساعات، وجه مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري دعوه لاكثر من 100، خد بالك، من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية المختلفة والمعارضة، وده شيء مهم بالمناسبة. أنا دايما أقول لك إيه، رؤية المعارضة مهمة، رؤية المعارضة زي ما كنا نقعد نشوف في مجلس العموم البريطاني، أدي محافظين وأدي عمال، تشوف في أمريكا تلاقي حزبين الأغلبية الكبرى ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. بالمناسبة أمريكا فيها أكتر من حزب، مش الاتنين دول بس، عشان برضو تبقى فاهم كويس. لما بيبقى فيه طرح مختلف ده يثري بالمناسبة العمل. يعني إيه؟ يعني لما المعارضة تشكل الحكومة أو تبقى هي اللي بتحكم، فهبيبقى الطرح الآخر، يعني زي كده حالة مثلا عمال ومحافظين، المحافظين هنفترض أن هم اللي بيحكموا، يبقى ساعتها صوت حزب العمال البريطاني مهم، لأنه ده مفيد جدا بالنسبة لحزب المحافظين، والعكس صحيح في حال تغيرت الأدوار وتغيرت الكراسي وما إلى ذلك. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي. اهلا بيك يا دكتور عفت. مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء الفل يا فندم. النائب يوسف. لا يا يوسف بس. يا يوسف بس. دي عندي كفايه. ربنا يخلي حضرتك، ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله عالي حبيبي الحمد لله. بقى انا كنت بتكلم على انه رؤيه المعارضه تبقى شديده الاهميه في اي طرح، وخصوصا الطرح الاقتصادي، لانه في ناس تحب كده الجمله بتاعت ايه ده التلفزيون بتاع ماسبيرو، لا يبقى ما ناخدش المعارضه معانا ابدا. فنقول لهم يا جماعه ليه؟ هو مش ده منبر عام لعموم الجماهير؟ يبقى لازم نسمع كل الاصوات، والمعارضه تحط طرحها في اي ملف، صح ولا ايه؟ انا طبعا موافقك بالتاكيد. طبعا انا سعيد بالمداخله، لان في ظل التحديات العالميه اللي بتاثر على اقتصاديات الدول، يعني انا بتصور ان الدوله النهارده او المؤتمر بيدي رساله واضحه ومباشره ان هناك اراده سياسيه، يعني وده شيء يعني بياكد ان الدوله بتواجه التحديات. والمؤتمر انا بعتبره يوسف الحقيقه انه فرصه كبيره للمصارحه والمكاشفه حول الازمات اللي احنا بنعيشها. يعني احنا دايما بنتكلم على دور القطاع الخاص وبنتكلم على الفرص الضائعه، فانا بعتقد ان المؤتمر هذه يعني فرصه كبيره جدا نحو ان احنا نتكلم بشفافيه لمستقبل افضل، لان اقتصاد الدوله علينا ان نبذل جهد كبير، لان المساله تحتاج جذب استثمارات سواء على المستوى الداخلي او على المستوى العربي او على المستوى الاجنبي. حلو. فانا بعتبر ان المؤتمر ده يعني فرصه كبيره جدا، وايضا بعتبر ان المؤتمر ده يعني منصه لاجراء حوار برضو يعني هادف وبين كل الاطراف، وزي ما حضرتك قلت كده معارضه او موالاه، الكل موجود والكل حاضر والكل بيشارك، واحنا شايفين يعني اكثر ثلاث ايام ومحاور متعدده وشامله، يعني كل هذا الكلام بياكد من جانب الحكومه في حضورها او القطاع الخاص في حضوره ان ده معناه ان احنا هنصل الى حلول عادله ان شاء الله تحد من المخاطر. يعني احنا النهارده في مرحله بنشعر كلنا فيها بالمخاطر، وبالتالي المشاركه اعتقد انها هتوصلنا كلنا الى حلول عادله باذن الله. دكتور عفت، هل الحزب وضع ورقه عمل او شكل ما للتصور بتاع مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات اللي حاصله، حرب ما بين روسيا واوكرانيا، توتر ما بين بكين والصين، لخبطه في العالم؟ يعني
احنا فعلا تقدمنا بورقه في بالنسبه للملف الاقتصادي، واحنا كحزب السادات الديمقراطي من خلال تحالف الاحزاب المصريه تقدمنا بهذه الورقه، وان شاء الله يكون لنا حظ ان احنا اثناء المناقشات في المحاور المختلفه ان شاء الله ان احنا يعني ندلو بدلوينا ان شاء الله اثناء اللقاءات اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله. هو طبعا انا برضو يهمني يا يوسف اقول ان طبعا احنا دائما ابدا، وانا بكلمك بقى من منظور رجال اعمال او منظور رجال صناعه، دائما بنتكلم كنا الصناعه هي القاطره، وما زلنا بنقول ان الصناعه هي القاطره، واحنا يمكن شايفين دول حوالينا النهارده وشايفين مبادرات كبيره زي السعوديه النهارده، الامير النهارده بيعلن على 35 ألف مصنع، يعني الكل مدرك ان الصناعه هي القاطره الحقيقيه للتنميه، وبالتالي انا بتصور ان الاهتمام بالصناعه الفتره دي هيبقى من الاولويات، بجانب طبعا انا واحد من الناس اللي مقتنع ان السياحه من الـ يعني ده مصنع جاهز، يعني ده مصنع مش محتاج ان احنا نجيب له اي حاجه، المصنع ده مصنع مهول لوحده ده، يعني هي بس شويه وعي وثقافه وتفهم في كيفيه التعامل وكيفيه، احنا لا نقل ابدا عن الدول اللي حوالينا، احنا بنشوف دول مش عايز اقول اقل مننا انما زينا، انما بيروح لها بعشرات الملايين، واحنا ما زلنا لسه في الدائره الضيقه من الاعداد من السياح، يعني فاتمنى ان الاهتمام بالتعليم والثقافه يبقى لهم مردود كبير على السياحه ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله. طب دكتور عفت، انا عايز اخد راي حضرتك في حاجه، يعني انا يمكن من انصار الجمله الشهيره، حتى كنت بقول من كام يوم كده الراسماليه الوطنيه بتعبير الستينيات، والرئيس لما اتكلم في مساله افتتاح المجمع الصناعي بتاع الرمال السوداء اتكلم على رجال الاعمال الوطنيين وانه عاوز مشاركه من القطاع الخاص، وقال ان هم دراسات الجدوى خلاص موجوده، الابحاث موجوده، يعني الارض مؤهله، وبالتالي ألف باستثمارات تقريبا 30 مليار ممكن يبقى في تجمعات استثماريه كبيره تشتغل في ده، تعتقد انه هنتحرك بسرعه في هذا الاطار يا دكتور عفت؟ بالتاكيد، يعني انت يمكن طرحت المشروع الاخير بتاع الرمال السوداء، وانا عايز اقول لك ان المشروع ده كان بالنسبه لنا حلم، يعني انه يتحقق في هذه الفتره الوجيزه، وده هيبقى له مردود كبير، لان احنا كلنا طبعا فاهمين الرمال السوداء وما تدخل فيه من صناعات صحيح. تكنولوجيه وصناعات متعدده، يعني فلا بالتاكيد وثيقه الدوله زي ما اوضحت الدكتوره جيهان يعني بتدي فرصه كبيره لمشاركه القطاع الخاص، واعتقد ان الدوله النهارده منفتحه تماما ان يبقى هناك مشاركه للقطاع الخاص، لكن انا برضو عايز اقول لك ان ما زالت هناك مشروعات لابد من الدوله يا يوسف، في كل الاحوال لابد من الدوله، لان القطاع الخاص لا يستطيع توفير مثل هذه يعني او حجم هذه الاستثمارات. زي ايه؟ يعني زي مشروع الرمال السوداء، يعني في مشروعات زي المشروعات البنيه الاساسيه اللي موجوده النهارده في الدوله، دي دوله دي طبيعي. طبعا القطاع الخاص ما يقدرش يخش في هذه الاستثمارات، ولكن النهارده بعد اكتمال هذا الكلام والطرح في ان يبقى القطاع الخاص مساهم حتى ولو بنسب مش كبيره، انا اعتقد ان ده بقى وارد جدا، لان احنا شايفين قصص النجاح قدامنا، وبالتالي القطاع الخاص هيقبل على هذه المشاركه باذن الله. باذن الله اشكرك جدا 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 يا دكتور عفت، الى ان نلتقي قريبا، ممكن يبقى بكره ولا بعده ولا حاجه في المؤتمر باذن الله. كل الشكر دكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الوطني، وخلونا الديمقراطي انا اسف